السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة للناس اللي هي بتحب الانستا وبتحب تستخدمها كتير، مقضية معظم وقتها يعني على الانستا عموما، وفي ناس ما بتحبش تبقى مظاهرة ان هي فاتحة الانستا وكده، مش عايزة حد يكلمها عموما يعني. فالنهاردة هنعرف ازاي نبين ان احنا قافلين واحنا فاتحين، ما حدش يعرف اذا كنا فاتحين ولا قافلين. فيلا بينا نعرف ازاي. اول حاجه هنضغط على الدايره الصغنطوطه اللي تحت دي اللي جنب القلب دي، هيظهر الاكونت بتاعنا. هندوس على الثلاث شروط اللي في الجنب، هيظهر لنا قائمه. هنختار اخر حاجه فيها الاعدادات، نفتح الاعدادات، وبعدين هنلاقي قائمه طويله عريضه كده، هنفتح الخصوصيه والامان. هنلاقي برضو حاجات كتيره 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 كده، هنضغط على حاله النشاط، ودي بنتحكم منها اذا كنا نفتح او نقفل حاله النشاط، نبينها، نبين ان احنا فاتحين او قافلين، وبس كده.